عزوف الجماهير عن الملاعب المغربية أو بمدينة طنجة يعود إلى سوء التنظيم. ثاني حاجة المكتب المسير ما قامش بانتدابات اليوم في مستوى ديال الجمهور مدينة طنجة. وثاني حاجة المسؤولين ما كيعرفوش يستثمروا في الجمهور، الجمهور راه هو ما كاينش اللي يستثمر، هذا إشكال. الجمهور ما كيجيش، النتائج ما كايناش، وفرقة دابا وساعة كيبدلوا لونترينور، دوكو الجمهور باقي ما تربط في الفرقة هذا العام، وهادشي سيرتو على النتائج. كون كانوا النتائج كون الجمهور كيجي أكثر. بسبب ما كيبقاوش كيجيو الجمهور هنا في الملعب، النتائج السلبية اللي عندنا الاتحاد، هاد العام ما شفناش شي حاجة اللي كتفرح، دائما خسارة وتعادل. مهرمنا بالتعادلات، خصنا شي حاجه اللي تفرحنا هاد النهار، على الاقل نغلبوا 2-0 ان شاء الله، من نضمنوا التاهل. شوف الاتحاد مشى في المسار الصحيح صراحه هاد الله، 6 سنين هادي طلعوا من السيكوندا داو بطوله، لعبوا في افريقيا، لعبوا كذا، هاد العزوف الجماهيري اصلا هادو اللي عازفين ما كيجيوش، كيهضروا في فيسبوك خصنا 40000 خصنا 80000 خصنا 70000 ما كيجيوش. انا كنشوف الاتحاد مشى في المسار الصحيح، فرق كبيره في العالم كيوقع لهم هاد المشكل هذا، بارسا ماضي باير وصاوا واحد العام وقع مثلا انتدابات ماشي تنتما ولا شي حاجه، ماشي مشكل عام اللي مازال ان شاء الله. بالنسبه للجماهير وبالنسبه هذه سوء النتائج اللي كتنتج الفريق، وهذا الشيء ما يخليناش باش نسمحوا في الاتحاد، والاتحاد كنحبوها واخا ماشي طنجاوي، والمهم الاتحاد دائما في الدم ان شاء الله، ونتمنوا حتى من الجمهور ما يغفلوش على الاتحاد، والقادم اجمل ان شاء الله، خصنا نعطيو فرصه للاتحاد ودائما وراها، خصوصا ملي كتكون هنا في طنجه ان شاء الله. وطلب من الجمهور هو دائما يساند الاتحاد، ما يسمحش فيها في هذه اللحظه ان شاء الله. العزوف الجماهيري ديال الاتحاد، ديال الجماهير ديال اتحاد طنجه على الملعب، هو انه النتائج، ملي يكون النتائج تيكون الجمهور، ملي يكون هي مساله معكوسه عاوتاني، ملي تيكون الجمهور تيكون النتائج. وبالتالي تنفضل انه اتحاد طنجه العام اللي فات كانت بطل، هذا العام مكلاسيه شويه الاخر، دونك تنظن الا رجعوا النتائج مزيانه غادي يرجع الجمهور، الجمهور راه كاين ديال طنجه تيساند طنجه ديما. طنجه كجمهور متعطش دائما لكره القدم، يمكن النتائج وبعض المسائل اللي هي سلبيه لا في المكسب لا في مجموعه الاشياء انها خلات الاتحاد انها ما تشبرش الرياضه فات السنه، ولكن احنا كنتفائلوا كجمهور، انا واحد من الجمهور كنتفائل بان اتحاد طنجه ان شاء الله غادي ترجع المكانه ديالها في الشطر الثاني من البطوله. العسف ديال الجمهور كما كتلاحظ، النتائج ما كاينش كما كتلاحظ، و شحال نقول لك، بزاف ديال المشاكل، لان يعني الجمهور خصو الفراجه، خصو ولاد بلاد. كيف يعقل كتشوف سينا فريق وكتجبر واحد جوج ملعبيه، واحد ملعبي اللي كيلعب الرسمي ما كاينش، الكره ما بقاتش. وكنتمنوا ان شاء الله من المكسب ولا سي طالب اللي جا ان شاء الله كنعرفوا بان مدرب كف يصحح ما باش الجمهور رجع ان شاء الله، ويرجع جمهور ورجع الفريق طريق الصح ان شاء الله. I'm a big fan of اتحاد طنجة. I came all the way from Toronto, Canada for this match, and ان شاء الله we're gonna win. It's gonna be 5-0 for اتحاد. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.